نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهنا بعدما حدث في غزوة الأحزاب، تذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما حدث في بدر، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة، واستولى المسلمون على الماء ليمنعوا قريشا منه، فهي الحرب والمكيدة، وصنعوا الحياض، فملأ المسلمون الماء استعدادا للمعركة، وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون مقرا للقيادة يدير منه المعركة. تقدم عوف بن الحارث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ أكبادها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. ليخرج عتيبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عتيبة، اخرجوا جميعا إليهم. فخرج لهم عبيدة بن الحارث وحمزة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم من جيش المسلمين فتقاتلوا.
وبارز حمزة شيبة، وبارز علي الوليد، وبارز عبيدة عتبة. فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد، أما عبيدة فقطعت قدمه وكان رجلا كبيرا، فجرى حمزة وعلي فقتل عتبة وحمل عبيدة. يا للآلهة، قتل الثلاثة، فخذوا بساركم. انطلق المشركون بجنون نحو جيش المسلمين ودارت المعركة. وكان التفوق واضحا للمسلمين بفضل إيمانهم وثقتهم بالله. وكان حمزة يعرف في الحرب بريشة نعام على صدره، وقاتل يوم بدر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيفين، وقد حمي الوطيس يوم بدر. هيا يا جند الله، هيا يا جند الله، هذا يومكم، هيا يا جند الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ظل يناشد ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لن تعبد، اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم. فرد عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة من الحصفاء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خاري وفمه من تلك القبضة.
اصمدوا، فالنصر لنا، النصر لنا، لا تفروا، لا تفروا من أمام جيوش محمد، اصمدوا. وقف غلامان صغيران بجوار عبد الرحمن بن عوف، فسأله أحدهم: يا عم يا عم، أرني أبا جهل. فقال عبد الرحمن بن عوف: فما تصنع به؟ إنه يسب رسول الله. فأشار لهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى أبي جهل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قل يا ابن مسعود، لمن الدائرة اليوم؟ لله ورسوله. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. وبينما كان عبد الرحمن بن عوف يجمع الغنائم، إذ قال له أمية: أنا خير لك من هذه الأدرع التي معك. فقال له: نعم. فطرح عبد الرحمن الأدرع، وقد قال أمية بن خلف: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعام على صدره؟ فقال: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. فوجده بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وكان أمية من يعذب بلالا في مكة. قال عبد الرحمن بن عوف: أي بلال، هذا أسيري. لا نجوت إن نجا. يا أنصار الله، يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، رأس الكفر أمية بن خلف. قال عبد الرحمن بن عوف: أنج بنفسك، ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال عبد الرحمن بن عوف: يرحم الله بلالا، ذهبت أدرعي وفجعني أسيري. نكمل ما بدأناه من السيرة العطرة، ونعود لسيرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد، قال لهم: ألا رجل يأتيني بخبر المشركين يقوم معي يوم القيامة؟ كانت المهمة التي يريدها رسول الله تنطوي على مخاطر جسيمة، فهو يريد رجلا يذهب ناحية المشركين ليأتي له بأخبارهم بعدما حدث البارحة من رياح وعاصفة وأمطار. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانية: ألا رجل يأتيني بخبر القوم يقوم معي يوم القيامة؟ فنظر عليه الصلاة والسلام تجاه حذيفة بن اليمان وقال: يا حذيفة، ائتني بخبر القوم ولا تحدثنا شيئا حتى تأتينا. لبيك يا رسول الله، سأتيك بالخبر اليقين. وخرج حذيفة إلى معسكر المشركين
لمعرفة أخبارهم كما طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا بتزيد غلاوتك كل يوم في قلوبنا وعنينا سرتك رحقنا المختوم غالي وحبك ملينا في قلوبنا وعنينا ما انت اللي بيك فرح الحزن